الاستراتيجية الوطنية للرقمنة انطلقنا في إنجاز مشروعين. المشروع الأولاني هو السحاب الرقمي، خليني نحكيكم عليه. السحاب الرقمي هذايا أكثر حاجة فيه اللي كاركتريز هي تخزين المعلومات في البلاد التونسية، وهذاك علاش نحكيه على السيادة الوطنية. فما حاجة أخرى يختص بها السحاب الرقمي اللي هي الحساب الآلي، لو كالكول سيانتيفيك. دونك زوج حاجات هذوكم في حاجة ليهم احنا لهنا في تونس باش نستعملوهم باش نخزنوا المعلومات في البلاد التونسية، مع لوفات اللي احنا باش نعملوا الحساب. كيف مثلا نعطيكم مثال اللي هو الانتيليجنس ارتيفيسيال، انا بزور دو بوكو دو كالكول باش نعمل لك الحسابات هذوكم، يلزمنا دي كاباسيتي قويين باش نجموا نوصلوا للاهداف في الذكاء الاصطناعي. دونك احنا حاطين منظومة تمكن المجتمع الجامعي الكل باش يخزن معلوماته ويعمل الحساب الآلي اللي يحب عليه. زدنا على ذلك فما دي سيرفيس اخرين كيما الفيديو كونفرنسينغ، نولي نستعملوا حاجات تونسيه بحته 100%. حاجات اخرى التعلم عن بعد، باش يوليو الدروس عن بعد متاحه. وخليني نقول لكم اللي معناها من الممولين اللي عطاو فلوسهم هي الجامعه الافتراضيه بتونس اللي باش تعمل قسط كبير من لي كور ا ديستانس، هما لونسينمون ا ديستانس. دونك هذه الكل باش يخول لنا نسهل التعليم ونسهل البحث العلمي، ما نساوش البحث اللي فيه الحساب اللي فيه التخزين. وحاول معناها شاركنا جميع الاختصاصات اللي هو العلوم الطبيه اللي عندهم ليماجري ميديكال اللي باش يحطوا فيها ستوكاج باش يحسبوا باش يعملوا دياغنوستيك، العلوم الإنسانية والاجتماعية. نعطيكم مثال الجغرافيا اللي هما يستعملوا لي سيستيم دافورماسيون جيوغرافيك اللي عندهم الخرائط اللي هما معناها ياخذوا قيمة تخزينية كبيرة ياسر. ما نحبش نحكي على الإعلامية، خاطر الإعلامية بطبيعة الحال معناها مثلا فما لي تي بي أون ليني، لي ترافو براتيك أون ليني باش يوليو متاحين. معناها الحاجات هذوما كلهم باش يسهلوا التعليم ويولي عندنا السيادة الرقمية الوطنية معناها في التعليم. على البحث العلمي هذه فكرة معناها ككل. وفما حاجات أخرين فما نحكيو على توسكي بنية تحتية، نعطيهم بنية تحتية افتراضية كما حكيت لكم على المنصات الافتراضية، كل شيء باش يولي متاح للمستعمل في المجتمع الجامعي. هذه بالنسبة للسحاب الرقمي. نمشيو للنظام المعلوماتي اللي هو سيتون بلاتفورم، معناها هي منصة منصة فيها 100 نعطيكم 150 خدمة. مثلا الطالب حاجته باي خدمه كل شيء باش يولي له عن بعد، كل شيء عن بعد. الدروس نتاعو باش يولي معناها يزيد يولي لاكسي اسهل عن بعد، خاطر توا عندنا راهو لاكسي عن بعد لكن باش يولي اسهل واسرع. فما حاجه اخرى الخدمات اللي يطلبها الطالب كلهم يكونوا متاحين عن بعد، خدمات الجامعيه. وفما ولا ترابط بيني بين المعطيات، ما عادش يجيب لي لا 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 السيرتيفيكا نتاع الباك لا مثلا الباك نتاعو لا الغوليتي حتى شيء، ما يجيب حتى ورقه. هذا سكون ابل معناتها لو بيبرلس زيرو بابي. نحبوا احنا الطالب كي يجي يعطينا ليدونتيفيون نتاعو وكل شيء، يخرج بالترابط البيني نشوف الحاله المدنيه نتاعو، نشوف معناها الوضعيه نتاعو وين كان يقرا تراسابيليتي، معناها كل شيء يولي موجود. ويولي خليني نقول لكم في النظام المعلوماتي حاجه مهمه اللي هي قاعده معطيات موحده، معناها انا كي ناخذ لو نومبر ديتيديون عدد الطلبه الموجودين في تونس الكل ما على فرد كلمه اللي هي باش ناخذوها من قاعده بيانات موحده. النظام المعلوماتي هذايا باش نخليوه للفلوتاش الجامعه مع جيت ديريكسيون جينيرال دي زيتود تكنولوجي، واللي فيهم كي نحسبوهم كل 207 مؤسسه جامعيه باش يوليو عندها نفس الخدمات. هذايا الكل باش يخرج معايير، معايير شكون؟ لمتخذي القرار، شكون متخذي القرار؟ معناها مستويات مختلفه، كيما نمشيو مثلا لاعوان الاداره، نمشي لمدير المؤسسه، الكل عنده معايير يخرجوا له في ان داشبورد معناها ان تابلو بور يخرج فيه المعايير قداش عندك من طالب اجنبي، كل شيء معناها اونيفورم، الناس كل كي بعضهم. نظام المعلوماتي هو في مرحلتين راه، المرحله الاولانيه احنا ونا شوزي باش نبداو اون اتيود دراسه. دراسه باش نفهموا الوضعيه نتاع التعليم العالي والبحث العلمي باش تكون معناها المنظومه اللي باش نحطوها تكون افيكاس.
دونك احنا مشينا بدينا بالدراسه ومن بعد باش نعملوا نشريو المنظومه في حباتها اللي هي يوفر فيها كل الشروط هذه نتاع الخدمات للطالب واكثر الخدمات هي للطالب والاستاذ والاطار الاداري والناس كل معناها باش هكاك تكون وفما المعلومات المفتوحه تكون مفتوحه موجوده وسورتو باش تزيدنا في المطلوبيه الدوليه. الجامعات كلهم منخرطين في السحاب الرقمي والنظام المعلوماتي. اللي هما 13؟ 13 مع الجيك. 16 جامعة مع لو ريزو دي زيزات معناها عندنا 14 معناها نحب نقول في الكل اللي يمثلوا 207 مؤسسة جامعية. دراسة طبقت من 1 أوت باش تكمل هي تاخذ عام لكن احنا أون ميم طون باش نمشيو افيك معناتها اون ابروش انكريمونتال باش نمشيو نقدمو كيف كيف في تركيز المنظومة اون باراليل بوغ اوبتيميزي.